الماده اللي انت هتتكلم عنها دي هناخدها مع بعض. الماده دي كلها سبيكنج اباوت تكنولوجي، كل حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي، تمام؟ طيب في كده في الماده دي هناخد كاركترز كده، شخصيات. في بندرس الشخصيات دي، احنا بناخد اي سي تي تكنولوجيا. الشخصيات دول يا محمد بدأوا يستخدموا التكنولوجي ان بوزيتيف واي. الشخصيات دول يوزنج التكنولوجي ان بوزيتيف واي، سو وي شود توك اباوت ذيم. لازم نتكلم عنهم، يعني الاشخاص دول ما لهمش علاقه بالتكنولوجي خالص. ممكن هنلاقي مثلا اركولوجيست عالم اثار، ممكن هنلاقي بايولوجيست عالم بيئه او عالم احياء، اشخاص ما لهمش دعوه بالتكنولوجي، بس الاشخاص دول بداوا يستخدموا التكنولوجي ان بوزيتيف واي، سو ذات وي توك اباوت ذيم. لكن نبدا بقى مع بعض النهارده في ماده الاي سي تي، اللي هي ماده زي ما اتفقنا مع بعض الاي سي تي از ابريفيشن فور انفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي. ده كده اختصار ابريفيشن لكلمه كبيره قوي اسمها انفورميشن، دي ريفير تو الاي، السي ريفير تو كوميونيكيشن، والتي ريفير تو تكنولوجي، فبنقول انفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي اي سي تي. طيب النهارده بقى هنتكلم عن ايه؟ هتكلم في ليسون 1 عن حاجه اسمها اكسبلورر ان اكشن. What is the meaning of explore in action؟ كلمه explore knows that we will explore new scientists او will explore new characters. نبدا نستكشف كده، كلمه explore يعني نستكشف discover، هنستكشف شخصيه جديده. تعالى كده نشوف مين الكاركترز او الشخصيه that we will discover today. الشخص اللي هتكلم عنه النهارده الشخص ده this person، تعالى كده نعرف اسمه ايه. الشخص ده اسمه البرت لين. اسمه ايه يا شباب؟ ها this name is called Albert Lee. ها what is his name؟ محمد can you hear me؟ can you tell me what is this person name؟ محمد وتايم. محمد وتايم can you hear me؟ yes can you tell me what is we talking about؟ what is the person that we talking about him؟ what is his name؟ ها This person, his name is Albert Albert Lin. Lee. Can you say it again? Albert Lin. Yes, bravo, Alik. Albert Lee. Right now, we were talking about Mr. Albert Lee. Who is Albert Lee? Mean Albert Lee? Olek Albert Lee is an archaeologist. Is an archaeologist. What is the meaning of archaeologist? Archaeologist is someone who discovers antiquities and discovers things in the background. الشخص ده بيكتشف ليه الاثار، انتيكوتيز يعني اثار. يعني كلمه اركولوجيست يعني معناها عالم اثار، شخص بيهتم بالحاجات اللي هي الانشيت قديمه شويه اللي هي الاولد، بيكتشف ليه الموميز، بيكتشف ليه الانتيكوتيز الاثار، كل حاجه ليها علاقه بالانفايرمنت، حاجات اللي هي القديمه. طيب نعرف بقى ليه مستر البرت مين ده استخدم التكنولوجيا، او in what way the technology helped Mr. Albert Lin in his work. Mr. Albert Lin used different tools. Why Mr. Albert Lin used different tools to explore archaeological sites? Do you know what is the meaning of archaeological sites? احنا قلنا archaeologist mean عالم آثار. Do you know what is the meaning of archaeological sites? Archaeological sites. Ha, Muhammad Utaim. Do you know what is the meaning of archaeological sites? No. Okay, احنا قلنا archaeologist it's meaning عالم آثار. عالم آثار يعني archaeologist. يعني ايه بقى كلمة archaeological جاية من كلمة archaeologist؟ يعني ايه archaeological sites؟ طب عارفين يعني ايه كلمة sites؟ site؟ مش حاجة اسمها What? website؟ ها site. Okay. Archaeological site it's meaning موقع أثري. الشخص ده بدأ يستخدم tools أدوات كتير قوي عشان يبدأ يعمل explore. قلنا كلمة explore زي كلمة discover، يبدأ يستكشف ليا archaeological sites مواقع أثرية كتير، لأن هو already working as archaeologist بيشتغل عالم آثار، فبالتالي أنا محتاج أعمل explore أو discover the new archaeological sites. هستخدم إيه؟ هستخدم tools أكيد، أدوات. طب ايه هي التولز اللي بدأ يستخدمها مستر البرت لين؟ ايه التولز اللي بدأت تساعده اللي هو يعمل ديسكفر الاركولوجيكال سايتس دي؟ تعالوا بقى نركز كده في التولز اللي استخدمها مع بعض. الاركولوجيكال تولز ذات مستر البرت لين يوز.
خلينا نتفق مع بعض ان في تولز مستر البرت ري مستخدمها above the ground وفي تولز استخدمها under the ground. عايزه حد فيكم كده شطور يقول لي what is the difference between above و between under. يعني ايه above the ground؟ يعني ايه under the ground؟ بس كده شويه في مس. ممكن انا اجاوب يا مس؟ في حد فيكم عنده raise his hand؟ مين بقى ممكن يقدر يقول لي ايه difference between above the ground and under the ground؟ تقريبا آثر. Can you tell me ايوه أسوأ؟ يا مس. Yes, I can hear you. above Yeah. above يعني What did you say? above the... معلش معلش يا مس، الصوت قطع يا مس. صوتي انا بيقطع يا شباب. طيب محمد you can't hear me well. yes كلكم صوت عندكم بيقطع. ايوه، مش الصوت عمال بيقطع. محمد هو انت عربي ولا لغات؟ هو انا لغات ايه لغات انت لغات؟ اه اوكي انت اوريدي بعت كومنت كده. اوكي تمام هحاول. حاضر يا محمد. طيب اسر انت كنت بتقول حاجه، كنت بتقول يعني ايه above ويعني ايه under the ground ويعني ايه above the ground. يعني فوق، يعني up، يعني مثلا ايه يعني فوق برافو عليك، above يعني فوق و under يعني تحت. برافو. فتعالي نفهم يعني ايه دلوقتي. انا اعتبروني انا archaeologist عالم اثار. اوكي هروح دلوقتي علشان اكتشف. انا عرفت مثلا دلوقتي ان في antiquities اثار موجوده في مكان ما some place. دلوقتي انا كتيتشر عايزه او كarchaeologist I'm sorry عايزه اكتشف الاثار دي، فلازم اجيب tool تساعدني اكتشف ال regions المنطقه اللي انا رايحها الاول الاريا دي قبل ما اروح للاثار نفسه. يعني دلوقتي مثلا وليكن قالوا لي في اثار في السعوديه، انا من مصر انا اركولوجيست عايشه في ايجيبت ما رحتش السعوديه دي قبل كده او مثلا امريكا، فلازم يكون معايا حاجه تعرفني اروح البليس ده او اروح المكان ده ازاي. في الحاله دي هستخدم تولز تكون ابوف ذا جراوند فوق سطح الارض تعرفني المنطقه بتاعتي فوق سطح الارض. بعد ما اوصل المنطقه دي خلاص مثلا وصلت المكان خلاص عرفت اوصل من الجي بي اس مثلا، الجي بي اس عرفني هوصل المنطقه دي ازاي، او استخدم حاجه اسمها ساتلايت او استخدم حاجه اسمها درون خلاص عرفت المنطقه كلها من فوق. دلوقتي بقى هتيجي منطقه اللي انا اعرف اطلع الانتيكوتيز الاثار بتاعتي من تحت الارض اندر جراوند. فدي ليها تولز ودي ليها تولز، دي ادوات ودي ادوات. ما انا اكيد مش هستخدم ذا سيم تولز لان انا هستكشف المكان من فوق زي من تحت، ده حاجه وده حاجه. في ادوات حفر هتساعدني ابدا استكشف في اثار تحت ولا لا، وفي ادوات بتساعدني اوصل المكان ده بطريقه ايزي سهله. فده نفس النظام. قال لي ان مستر البرت رين بما ان هو working as archaeologist، قلنا كلمه archaeologist يعني عالم اثار، فبيستخدم tools تبدا تعمل له explore the archaeological sites. فتعال كده نشوف التولز دي زي ايه. قال لي هتكشر التولز اللي هو استخدمها above the ground زي ما اسف برافو عليه قال يعني فوق سطح الارض ثلاث ادوات. ايه هما؟ قال لي اول اداه حاجه اسمها satellite. حد فيكم سمع قبل كده الاسم ده satellite؟ satellite حد سمع ساتلايت ده قبل كده؟ ها حد فيكم سمع ساتلايت اسم ساتلايت قبل كده؟ No. نو no. اوكي okay. مفيش مشكله انا هقول. طب حد سمع الجي بي اس قبل كده؟ جي بي اس ها أنا جي بي اس يس. كلنا عندنا جي بي اس في العربيه بتاعتنا وفي الموبايل فون، مش معاه كارز معاه موبايل فون فيها جي بي اس. طب حد فيكم عارف الدرونز؟ درون
شفتها قبل كده في اي مول او اي مكان، درون، ماشي ماشي. الطياره اللي بتطير فوق دي وبنتحكم بيها بريموت كنترول، حد شافها قبل كده؟ يس كي تاي مش عارفه. اوكي برافو، هنشوف صور تاني دلوقتي. الساتلايت معناها ايه؟ الساتلايت معناها اقمار صناعيه. يعني ايه اقمار صناعيه؟ عباره عن حاجه موجوده فوق، ده شكلها، الحاجه دي بتديني زي بيكتشرز كده، بتديني صوره. اقمار صناعيه دي عامله زي ايه؟ عامله زي الدرونز، بتديكي صوره للمنطقه كلها. يعني مثلا شايفين السعوديه كبيره قد ايه؟ من خلال الدرونز دي انا ممكن اخد صوره للسعوديه كلها، لانها اقمار صناعيه موجوده فوق فوق خالص عند الكواكب، الكواكب بتاعتنا. في عندي حاجه حاطينها العلماء حاطينها اسمها ساتلايت، اقمار صناعيه. دي تديني كده زي بيكتشرز، صور، فوتوز لاي منطقه انا عايزه اروحها. ودي بتساعد اكتر الساينتست، العلماء، مش الاشخاص العاديين زيي. انا مثلا شخص عادي راح السعوديه، او راح مثلا زي احج عمره، او راح امريكا مثلا زي توريزم سياحه، فاكيد مش هروح استعين بساتلايت لانها اسعارها تبقى غاليه او مكلفه جدا. لا اكيد مش هستعين بالحاجات اللي زي دي. دي الحاجات اللي بستعين بيها، الحاجات اللي بستعين بيها هو الساينتست، العلماء، زي الاركولوجيست عالم اثار فمحتاجها عشان يروح يكتشف اثار هتنفع بيها الانفايرمنت، البيئه. ده حاجه. الجي بي اس ده كلنا عندنا جي بي اس، ده بيعرفني، بيوصلني الموقع اللي انا عايزه اروح. انا مثلا عايزه اروح مكان معين ومش عارفه هو فين، انا اول ما اروح المنطقه دي بحط المكان ده، بفتح كده التليفون وبجيب حاجه اسمها الجي بي اس اللي هو جلوبال بوزيشنال سيستم باختصارها، ببدا احط المكان ده، اللوكيشن اللي انا عايزه اروحه، هيبدا يديني زي ماب كده، خريطه، وهنشوف دلوقتي ازاي. طيب عندي بعد كده حاجه اسمها درون. طب يعني ايه درون؟ دي طائرات بس بدون طيار، without pilot. تعالى كده نشوف شكلها عامل ازاي، تعالوا كده شكل سريع. اكيد انتوا شفتوها بس انتوا مش عايز مش عارفين تخيلوها شويه. انا هكتب هنا كده اهو، تمام كده، اعمل بس شير سكرين بحيث تشوفوا كل حاجه اهو، ونكتب هنا كده درون. اهي الدرونز، وهبدا اجيب لكم ليها بيكتشرز مثلا. حتى بصوا مكتوب درونز يعني طائرات بدون طاير، لاند وزاوت باير. ده شكلها اهو، هجيب صور اكتر عشان تشوفوها. ام شور هي بتبقى مشهوره قوي كمان في بلاد العرب، بلاد اللي هي العربيه لو انتوا بره مصر، ولو كمان موجودين في مصر موجوده الايام دي في الافراح كتير، او لو حد فيك راح طاعه او حاجه زي كده والناس عايزه تجيب المكان كله من فوق فبستخدم الدرونز دي. بصوا ده شكلها اهو، حد شافها قبل كده؟ بصوا لو خدت بالكم في الدرونز في كاميرا اهي، شايفين الكاميرا دي؟ شايفين الكاميرا دي؟ اهي معايا يا شباب؟ كلكم معايا؟ آسر Yes, ومحمد وسليم معايا يا شباب؟ how I mean, معايا؟ ببدأ yes. أستخدم الدرونز دي، في ليها أداة تحكم، هحاول أجيب لكم صورة الأداة التحكم بتاعتها، الكنترول. ببدأ أطير الدرونز دي في السماء بحيث تبدأ تصور المنطقة كلها اللي أنا عايزاها. وانا لسه مش عارفه المنطقه دي، عايزه اعرف، انا مثلا عالم اثار عايزه اعرف في خطوره ولا لا، في مثلا حيوانات مفترسه، في غابات، في مثلا الغام، في حاجات ممكن تبدا تاثر عليا في التريب بتاعتي، ولا انا هكتشف الاثار دي ولا لا، انا هعرف منين؟ فلسه اول مره اروح المكان ده، اتس نيو بليس فور مي. في الحاله دي بجيب الدرونز دي، ببدا استخدم اداه التحكم بتاعت الكنترول، وابدا اخليها تطير في كل المنطقه، تصور لي، تعمل كده فوتوز او تصور كل المنطقه، كل الايرون دي، وبحيث بعد كده ابدا افتح انا الفيديو ده، اشوف بقى الصور، اشوف المنطقه دي واتعرف عليها، بحيث لما اروح انا اكون عارف المنطقه دي فيها ايه بالظبط. طيب نحاول كده نشوف اداه التحكم بتاعتها، اجيب لكم بكتشرز كده لاداه التحكم. اهي بصوا نفس الشكل ده بالظبط، اهي ده دي درونز اهي، وفي عندك زي ما انتم شايفين اهو، في عندي زي التحكم ده كده، والتحكم دي بيكون فيها الموبايل فون، بيوريك كل حاجه بتتصور هنا، اهي هي بتطير فوق واي حاجه بتصورها بتبان لك هنا كده على الشاشه اهي. فانت ده بتساعدك تعمل ديسكفر او اكسبلور، تستكشف المنطقه اللي انت اوريدي هتبدا تعرفها. فدي كلها ادوات بستخدمها ابوف ذا جراوند. فبالتالي لما يجي يستخدمني يقول لي البرت لي يوز تولز ابوف ذا جراوند، كان يو تيل مي وات از ذا تولز؟ اقول له يس اتس 3 تولز، ساتلايت، درونز، الجي بي اس. الثلاث حاجات دول استخدمهم ابوف ذا جراوند، فوق سطح الارض. معايا يا شباب؟ Can you tell me, Tayyim, what is the tool that Mr. Albert Lee used above the ground? Above the ground, Tayyim. Tayyim? What? Can you tell me what is the name of tool that Mr. Albert Lee uses above the ground?
قيم قيم، can you hear me؟ No, I don't know. Don't know. Can you tell me محمد what is the name of tools that Mr. Albert Lee use above the ground؟ مي تو مش يا مي. ممكن انا اقول. What؟ ممكن انا اقول Okay, if محمد didn't know the answer, I will let you say it as, okay؟ بس نسمع كده محمد الأول. Hi محمد, can you tell me what is the name of tools Mr. Albert Lee used above the ground? I don't know. محمد, do you know the answer? No. محمد. نعم يا مي. No. Okay, can you tell me answer? What is the answer? أدوات Answer. تمشي، معناها أدوات. قلت ايه؟ Tools معناها أدوات. Yes, I know the tools معناها ادوات. انا عايزه ايه هي التولز؟ What is the tools that Mr. Albert Lee used above the ground? He used three tools. Can you tell me what is the name of this tool? شباب سؤالي هو هقول بالعربي، هحاول اجيبها لكم بالعربي، بس نحاول مع بعض كده نعمل جيت بالانجلش، اوكي؟ لان مش كل سيشن هيبقى فيه عربي يا شباب، تمام؟ احنا لغات فلازم نتعود، لان الامتحان بتاعنا كله بيجي بالانجلش مش بيجي فيه ترجمه عربي، فنحاول كده مع بعض نحاول نفهم عشان احنا لسه في اول ماده، فهحاول احط لكم شويه عربي بس بعد كده الشرح هيبقى بالانجلش يا شباب، هنركز مع بعض، هحط انجلش وشويه عربي عشان برضو يبقى الدنيا مفهومه. سؤالي بيقول ايه الادوات، what is the tools اللي مستر البرت استخدمها فوق سطح الارض؟ انا قلت هو استخدم ثلاث ادوات فوق سطح الارض، ايه هم الادوات دي؟ ها ايه الادوات دي يا شباب؟ متر شباب ايه الادوات اللي استخدمها فوق سطح ماجنتومتر الارض؟ ماجنتومتر مش عارفين ليه؟ مش عارفه رايت ناو، قلت استخدم ثلاث ادوات، استخدم الساتلايت الاقمار الصناعيه دي موجوده فوق سطح ساتلايت الارض. جي بي اس درون. يس برافو عليك يا تايم، واستخدم الجي بي اس ده بستخدمه فوق سطح الارض، معايا موبايل فون اهو ببدا احط اللوكيشن اللي انا عايزه اروحه، وتالت حاجه بستخدم الدرونز الطائرات بدون طيار. لا مش سامعاك يا محمد، محمد انا مش سامعه صوتك، اوكي؟ يبقى تاني، قلت مستر البرت لين استخدم 3 تولز above the ground، ايه هم الادوات دي؟ الساتلايت، الجي بي اس، الدرون. نيجي مع بعض بقى للادوات اللي استخدمها under the ground. انا دلوقتي وصلت المكان بتاعي وخلاص واقفه دلوقتي عند المكان اللي فيه اثار، اوكي؟ انا خلاص كده وصلت، استخدمت الجي بي اس عشان اوصل المكان اللي انا عايزه اعمله، وجبت الدرونز دي وصورت بيها المكان اللي انا هبدا اروح اكتشفه، وعرفت اوصل خلاص. دلوقتي انا واقفه عند المكان اللي فيه الاثار، عايزه اعمل ايه؟ هفكر كده، يا ترى هو انا هحفر، طب افرض حفرت والحته دي ما فيهاش اثار، هل يا تيتشر انا هحفر الارض دي كلها؟ لان انا ممكن اقعد سنه لحد ما اطلع اثار. طب ما فيش يا تيتشر اداه تساعدني هيلب مي اعرف المكان ده بالظبط؟ انا دلوقتي اهو وليكن دي ارض، انا عرفت الحته دي الارض دي تحت، انا كان اتخيل ان الموبايل فون ده عباره عن جراوند ارض، انا عارفه ان في اثار في المنطقه دي بس فين بالظبط ما اعرفش. انا وصل لي مسج ان في اثار في المنطقه دي، وليكن مثلا تعالوا نقول المنطقه دي منطقه مثلا ديار، في اثار في منطقه ديار دي منطقه كبيره، اوكي؟ احنا بناخد مثال كده ان ده على الموبايل فون. طب انا دلوقتي في اثار في الجزء ده كله، انا بقى دلوقتي المفروض هحفر الجزء ده كله عشان اطلع الاثار؟ الموضوع هيبقى متعب ولا مش متعب لو انا حفرت الجزء ده كله عشان اطلع اثار؟ ها هي شباب معايا؟ ايش لو انتوا مركزين معايا الموضوع هيبقى متعب ولا ايزي، سهل ولا صعب لو انا حفرت الجزء ده كله كده عشان اطلع الاثار؟ صعب هيبقى صعب صح كده؟ طب يا تيتشر نعمل ايه؟ هو اكيد انا كعالم اثار ده كده الموبايل يكون حاجه صغيره، اكيد الارض تبقى كبيره قوي، هيقعد يحفر في الارض دي كلها؟ اقول لا. ما هنا بقى استخدام التكنولوجي، التكنولوجيا عملت ايه؟ بدات تديني اداه، مش اداه واحده اثنين، من خلال الاداه دي انا مثلا هاجي امسك الاداه دي همشي كده عايز اكتشف اي حاجه فيها معدن، ولكن مثلا في اثار ذهب او في مثلا معادن، في معادن اي بقى، فضه، ذهب، اي معادن، حاجه معدن، اوكي؟ ففي اداه خاصه للمعادن اسمها ايه بقى الاداه دي؟ اسمها ماجنيتومتر. اسمها ايه يا شباب؟ اسمها ماجنيتومتر. تاني كده اهي،
اسمها ايه يا شباب؟ ماجنيتوميتر. الماجنيتوميتر اسمها ايه؟ ماجنيتوم. ماجنيتوميتر، يس. الاداه بتعمل، عارفه عارفين يعني ايه ماجنيتوميتر؟ يعني اسمها اداه مغناطيسيه، مغناطيس. مش انت لو معاكم مغناطيس ومعاكم حاجه معدن، بتلاقي المعدن ده اتجذب للمغناطيس، صح كده؟ لو حد جاب قبل كده مغناطيس وجاب اي حاجه معدن هتلاقي بتتشد ليه كده، تلزق في المغناطيس. حد جرب الحاجه دي قبل كده؟ لفي بقى دبوس، حاجه، اي معدن، فلوس، معدن، هتلاقيها بتلزق في المغناطيس. كلمه مغناطيس اداه مغناطيسيه اسمها الماجنيتومتر. إذا جربت، نعم؟ أنا جربت. يس. طب بعمل ايه بقى؟ بص ده شكل الماجنيتومتر اهو، بعمل بيه ايه؟ اروح جايبه الاداه دي الماجنيتومتر وامشي على الارض. دلوقتي وليكن انا عارفه ان في ذهب او اي حاجه معدن تحت الارض، تحت الارض. بعمل ايه؟ هجيب اي حاجه مثلا، نستعين بالدنيا بتاعت بنوتي، همشي كده. دي الاداه، ببدا امشي 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 على الارض. اول ما يكون في معدن في الجزء ده بيبدا يرسل اشاره للجهاز، يقول له، يديله كده زي ضوء احمر، يقول له هنا كده في معدن، ستوب. فانا اعمل ايه؟ اقف بقى بالجهاز هنا وابدا احفر في المنطقه دي وابدا احصل على المعدن. يبقى هنا التكنولوجيا سهلت عليا ولا صعبت عليا؟ بدل ما كنت هحفر في ده كله، لا، ده انا مشيت بالاداه بتاعتي على الارض لحد ما جه الجزء اللي فيه معدن، بدات اخد اشاره زي سيجنال كده، اقف هنا كده في معدن. بعمل ايه؟ بروح متاكد تاني بالجهاز، يبدا يعمل لي زي اصوات كده وبيتاكد فعلا ان في هنا معدن، وهبدا اقف واجيب ادوات الحفر واحفر، اعمل دج يعني حفر، وابدا احفر هنا واطلع الاثار بتاعتي. يبقى كده الموضوع بقى سهل ولا بقى اصعب؟ ها، بقى اسهل بكتير. ده باستخدام ايه؟ باستخدام التكنولوجي. ما الماجنتومتر دي اداه تكنولوجيه اسمها اركولوجيكال تولز يوزد تو لوكيت ثينجز، استخدمت عشان ابدا اكتشف بيها الاشياء. يبقى اول اداه بتساعدني استخدم او استكشف الميتلز، كلمه ميتلز يعني معادن، اسمها ميتلز، استخدم اي حاجه معدن استكشفها، اداه اسمها الماجنيتومتر، ده اول اداه. طب يا تيتشر، ازاي انت قلتي عالم اثار ومش بيستكشف معدن بس، ده في علماء اثار، لو انتوا شفتوا صناعه الحاجات دي، بيكتشفوا المومياوات بتاعت المصريين القدماء، الملوك والفراعنه والناس دي، بنستكشف الموميا بتاعتهم، الموميا اللي هو الهيكل العظمي بتاعها، زي الموميا بتاعت نيفرتيتي، زي الملكه مثلا حتشبسوت، ليها كده عاملين تمثال وليها مومياوات، التماثيل اللي احنا بنطلعها من بطن الارض دي. طب دي بقى يا تيتشر مش معدن، هطلعها ازاي؟ هجيب برضو الماجنتومتر، انت قلت الماجنتومتر ده مغناطيس بيجذب اي حاجه معدن، معادن. طب في تحت الارض في غاز، بترول، حاجه مش معدن، هطلعها بقى ازاي؟ قال لي يا تيتشر في عندك اداه تانية بتطلع اي حاجه مش معدن، نون ميتيكال، زي ايه؟ حاجه اسمها جراوند بنتريتنج رادار. تاني كده، عيد الاسم تاني، اسمها جراوند بنتريتنج رادار. اسمها يا شباب جراوند يعني ارض، كلنا عارفينها كلمة بنتريتنج رادار. اسمها ايه؟ ها شباب اسمها ايه؟ جراوند بنتريتنج الكلام ده علشان هنشوفه في الأسئلة كتير قوي، لازم نكون عارفين شكل الماجنتومتر نعرف ننطقها، ولازم نكون عارفين كلمة اسمها جراوند بنتريتنج رادار، لأن الحاجات دي بتيجي في الكويتشنز، الأسئلة لازم نكون عارفينها. يبقى تاني كده، الادوات اللي بستخدمها اندر ذا جراوند، بستخدمها في باطن الارض، ادتين، حاجه اسمها الماجنيتومتر وحاجه اسمها جراوند بنتريتنج رادار. هسال سؤال وعايزه حد شاطر فيه تجاوب، ايه هي التولز اللي بستخدمها عشان اعمل اكسبلور او استكشف النون ميتيكال؟ عايزه حد شاطر كده يقول لي يعني ايه نون ميتيكال. نون ميتيكال، قولي كده يا رنا. نون ميتيكال يعني اللي هي قلت ايه؟ مش حديد، قلت ايه يا رنا مش سامعاكي؟ النون ميتيكال دي اللي هي الحاجة اللي مش حديد. برافو عليكي، حاجه مش معدن، برافو يا رنا، برافو. طب ايه هي التولز اللي بتساعدني يا رنا استكشف اي حاجه نون ماتيكال مش معدنيه؟ ground penetrating radar. برافو يا رنا، برافو، برافو عليكي، اسمها ground penetrating radar، برافو. يبقى تاني كده، طب يعني نبدا نعيد الحته دي تاني. انا قلت انا عندي عالم اثار، ناخد كده ستوري قصه مع بعض. عندي عالم اثار، قلنا عالم اثار يعني ايه بالانجلش؟ قلنا اسمه اركولوجيست،
تعال نشوف كده يعني ايه اركولوجيست، اول مره اسمعها يا تيتشر. ممكن توريني شكل الكلمه عشان لما تيجي اعرفها؟ اهي نطلع كده بالماوس اهو، عندي عالم اسمه اركولوجيست. طب يا تيتشر العالم ده اسمه ايه اللي هو شغال working as archaeologist؟ قلت اسمه البرت لين. البرت لين، قلت مستر البرت لين ده archaeologist عمل ايه؟ قلنا الشخص ده بدأ يستخدم التكنولوجي بشكل بوزيتيف. كلمة بوزيتيف يعني ايجابي، يعني بيعمل بيها helping، بيساعد بيها الاخرين، مش بيستخدمها بشكل سلبي. مثلا بيبدأ يبتز الناس، بيبدأ يعايب على حد، بيبدأ يهكر، لا بيستخدمها بشكل ايجابي بوزيتيف. فعشان كده الشخص ده بدأنا ندرسه. طب عمل ايه تيتشر بيرسون ده البرت لين؟ وات از دوينج؟ قلنا البرت لين ده بدا يستخدم حاجه اسمها اركولوجيكال تولز او تكنولوجيكال تولز، ادوات تكنولوجيه. زي ايه؟ قلت انا هقسمها لك لحاجتين، استخدم اركولوجيكال تولز ابوف ذا جراوند فوق سطح الارض، واستخدم اركولوجيكال تول اندر ذا جراوند. طب ايه هي الادوات اللي استخدمها ابوف ذا جراوند؟ قلت 3 تولز. اول حاجه الجي بي اس كلنا عارفينه، عشان عايز يكتشف اي مكان او يوصل لاي مكان، اي بليس هي نيدد، بستخدم الجي بي اس. عندي الدرونز دي بتبدا تعمل لي تصوير لكل المكان، وعندي حاجه اسمها الساتلايت. دول ثلاث حاجات هم ابوف ذا جراوند. طب ايه هي التولز اللي استخدمها اندر ذا جراوند؟ قلت عندي حاجتين، عندي حاجه اسمها الماجنتومتر يعني اداه مغناطيس، وهناخدها تاني دلوقتي، وحاجه اسمها جراوند بنتريتنج رادار. جراوند بنتريتنج رادار دي بتعملي ديسكفر لاي حاجه نون ميتال. طب تعالي بقى انا شرحتهم، تعالي كده بقى نشوف الدرس بيقول عنهم ايه، نشوف الدرس بيتكلم عنهم ازاي. ننزل بقى كده نشوف الحاجات دي واستخداماتها. طيب بصوا كده، بيقول لك هناك حاجه اهو سينك ويز مي. فكر معايا قولي ايه، سؤال بقى بيقول لي ايه، هاو داز، هاو داز ان اركولوجيست explore archaeological sites. حد عارف السؤال ده معناه ايه؟ قولي how does an archaeologist explore archaeological sites. حد عارف what does this question mean؟ يا شباب عايز حد شاطر كده يقول لي what is the meaning of this question؟ how does an archaeologist explore archaeological sites. Means I don't know. طيب بيقول لي، بيسألني ايه؟ بيقول لي teacher how يعني كيف الاركولوجيست اللي احنا لسه قايلين يعني عالم اثار بيستكشف المواقع الاثريه. انا دلوقتي عالم اثار، انا عايزه، او انا دلوقتي teacher مدرسه، عايزه اعرف ازاي الاركولوجيست ده بيعمل اكسبلور اركولوجيكال سايت. فاداك كده ستيب، قال لك اول حاجه بيعملها الاركولوجيست عالم الاثار، بص كده بيعمل ايه، هي بيعمل حاجه اسمها سبيسفايز ذا لوكيشن اوف ذا سايت يوزنج ساتلايت اند جي بي اس. ايه ده يا تيتشر، ده لسه واخده فوق، يعني ايه ساتلايت وجي بي اس؟ يعني ايه بقى سبيسفايز؟ يعني يبدا يحدد. يعني ايه لوكيشن؟ يعني ايه لوكيشن؟ بحدد لوكيشن يعني ايه؟ لوكيشن بحدد اهي الأماكن، كريم ورانا ومحمد، يعني ايه لوكيشن؟ ان از وورد، بحدد ها يعني ايه؟ مكان مكان. برافو عليك، مكان. بيبدا يحدد الموقع او المكان، سبيسفايز ذا لوكيشن. طب بيحدده من خلال ايه؟ اداتين، الساتلايت والجي بي اس. لما يجي يسالني يقول لي يا تيتشر هاو مستر البرت لين سبيسفايز لوكيشن، ازاي كان بيحدد اللوكيشن؟ هقول له اه باي تو ثينجز، من خلال الساتلايت والجي بي اس. ده اول حاجه، يبقى دلوقتي انا كنت بحدد المكان اللي انا هروح له اللوكيشن ده من خلال حاجتين، الجي بي اس والساتلايت. دي اول خطوه. قال لي بعد كده هي جوز تو ذا لوكيشن يوزنج الجي بي اس. يعني ايه جو تو ذا لوكيشن يوزنج الجي بي اس؟ ها الخطوه الثانيه كان go to the location using GPS. مين شطور هيقول لي يعني ايه go to the location using GPS؟ اتفضلي يا رنا. يعني هو كان بيروح المكان اللي هو عايز يبحث فيه وبيستخدم بس الجي دلوقتي بي اس. مثلا برافو، يعني بيروح المكان ده باستخدام الجي بي اس. انا دلوقتي عرفت المكان من خلال استخدام الجي بي اس، انا عايزه اروح بعمل ايه؟ بفتح الموبايل وبفتح الماب
تعالوا كده نشوف، هفتح معاكم اي ماب على الموبايل اهو عشان اوريها لكم. هفتح انا الجي بي اس معاكم، هكتب على جوجل كروم اهو الجي بي اس معاكم عشان اعرفكم الموضوع سهل جدا. ادي جي بي اس، الجي بي اس بصوا انا فتحته اداني زي شكل ماب خرائط اهو، فانا هفتح الجي بي اس ماب جوجل ماب اهو. بدأ يفتح لي المنطقة اللي أنا عايشة فيها. بصوا أنا دلوقتي مثلا مش عارفة هوصل للقاهرة ازاي، أنا حتة بعيد عن القاهرة شوية، مش عارفة هوصل للقاهرة ازاي، بعمل ايه؟ بكتب هنا كده اهو البحث، هنا بحط هنا كده المكان اللي أنا عايزة أوصل له، هكتب مثلا ايجيبت أو هكتب مثلا أي مكان أنا عايزة أروحه مثلا أهو. بصوا كتبت موقف، بحثت عن حاجة، بصوا قال لي المكان اهو اللي هو فيه دايرة حمراء دي. هوصله ازاي بقى؟ ببدا بالعربيه بتاعتي، بيديني الدايركشن الاتجاهات لحد ما بوصل، فده بيساعدني اهو لو انتوا واخدين شايفين اهو، بيساعدني اروح جو تو ذا لوكيشن من خلال الجي بي اس، ده اللي بيساعدني اوصل للوكيشن المكان. طب يبقى كده عرفنا ان هو بيعمل سبيسيفايز للوكيشن من خلال الجي بي اس والساتلايت اند جو تو ذيس لوكيشن باي ساتلايت. طب نمبر 3 قال لي بعد كده لما بروح المكان بقى بيعمل سيرش، سيرش فور ثينجز، بيبحث عن اي حاجه هو عايزها ابوف ذا جراوند يوزنج درونز، اي حاجه عايز يعمل عنها سيرش يبحث عنها فوق سطح الارض كان بيستخدم الدرونز الطائرات. ده كان نمبر 3. طب نمبر 4 اهو، قال لي بقى نمبر 4 يا تيتشر هي سيرش، كان بيبحث فور ثينجز اندر ذا جراوند، اندر ذا جراوند يوزنج ايه؟ حد كده شطور هيقول لي هيستخدم ايه اندر ذا جراوند؟ ممكن يستخدم الدرونز اندر ذا جراوند؟ ممكن يستخدم No. الدرونز اندر ذا جراوند؟ No. برافو عليك يا لا. تايم، نو نو ما يستخدمش درونز اندر ذا جراوند، هيستخدم ايه؟ هيستخدم الماجنتومتر اند جراوند بنتريتنج رادار اللي هيستخدمهم اندر ذا جراوند. طيب كده يعتبر الدرس بتاعنا الاول خلص، في ملحوظه بس صغيره كده هيديها لنا مع الاركولوجيست، حاجه اسمها ايه بقى؟ بيقول لي يا تيتشر الانجنييرز المهندسين، مالهم بقى تيتشر الانجنييرز والانجنييرز؟ قال لي كمان الانجنييرز ده بيستخدم الجي بي اس وبيستخدم الماجنتومتر وبيستخدم الجراوند بنتريتنج رادار. طب ليه يا تيتشر؟ دلوقتي انا مهندس وفي مبنى عايزه ابدا ابنيه، عندي كونستراكشنز مبنى وعايزه ابنيه، ممكن ابني المبنى ده وبعد مده حد يقول لي احنا هنضطر نهده، طب ليه؟ تحته اثار او تحته غاز طبيعي او تحته بترول، ار يو شور؟ Are you joking؟ انت بتهزر؟ انا قعدت سنه كامله ابني في المبنى ده وفلوس وتكاليف هتهد ايه؟ فقال لي عشان كده بقى اي engineers اي مهندس before قبل ما يبدا اعمل اي constructions، بص كده قال لي اهو، اول حاجه انا كمهندس انا عايز اروح الكونستراكشن مبنى، فاللي هيساعدني اروح الجي بي اس اهو، قال لي engineers he used بيستخدم الجي بي اس to locate constructions عشان يحدد الكونستراكشن البناء بتاعه such as bridge and building زي المباني وزي كمان الجسور بتاعتي، انا بستخدم الجي بي اس عشان اوصل لها واحطها عندي على الخريطه، ده اول حاجه. طيب كده عرفناها. قال لي كمان الانجنييرز بيستخدم الماجنتومتر والجراوند بنتريتنج رادار، طب ليه؟ قال لي to discover عشان يبدا يستكشف الاوبجكت الاجسام اللي هي مدفونه under the ground before construction to avoid any damage، بيبدأ يستخدمهم قبل ما يبني اي حاجه عشان يتجنب اي دمج اضرار. ما انت ممكن تبني المبنى ده كله اقول لك لو سمحت ستوب انا ههده، في تحت اندر جراوند، في تحت انتيكوتيد اثار، في بترول، في جاز طبيعي ناتشرال جاز، طب لا. فعشان كده قبل ما بيعمل اي كونستراكشن اي بناء ببدا اجيب الادوات دي، افحص الارض الاول قبل ما ابني عليها اي حاجه، اشوف في تحتها اثار ولا لا، في تحتها اثار اتضح وبعد كده ابني براحتي، في بترول يبقى مش هبني في الحته دي لانها فيها حاجات طبيعيه، في حاجات طبيعيه البلد دي، في الحاله دي ده الحاجه اللي بيستخدمها فيها برضو الانجينير. في اي مشكله يا شباب في الدرس ده؟ في حد مش فاهم حاجه اعيدها له في الدرس ده سريعا؟ ها في حد مش فاهم حاجه اعيدها تاني قبل ما نحل الكويتشنز مع بعض؟ طب تعالى كده نشوف الكويتشنز عامله ازاي على الدرس ده، ولو في حاجه مش شايفاكم فاهمينها قوي نعيدها تاني. انا هبدا باي تيرن، اول حد دخل معايا هو محمد، فمحتاجاك كده يا محمد تبدا تعالى صوتك كده عشان كلنا نسمع وتحل الكويتشنز نمبر 1، تقرأوا كده
وانا هساعدك هيلب يو فيه ونحل مع بعض. اتفضل كده يا محمد. ألبرت لين إز أن الأخيرة ايه؟ دي برافو عليك يا محمد، برافو محمد، هديك ستار، برافو يا محمد. البرت لين از ان، ان البرت لين ده از وركينج از وات، قلنا اركولوجيست، برافو يا محمد. هي ذات يوز مودرن تكنولوجي تو اكسبلور اركولوجيكال سايت او انشنت وندر، برافو عليك. اختر محمد دخل معايا تايم، اتفضل كده يا تايم نمبر 2. There is one of the archaeological tools. archaeological tools that locates above the ground. Yes. Ground. See? Ground. برافو برافو يا خاين، برافو برافو عليك، برافو يا شباب، درون، برافو نجمة.